اليوم نقف وقفة إجلال وإكبار لعراقنا الحبيب، وتضامنا مع إخواننا المتظاهرين في عموم محافظات القطر ضد الطغمة الفاسدة التي جثمت على صدور العراقيين منذ سقوط الطاغية إلى يومنا هذا. فنقول أولا الرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار لمن أطلق عليهم النار. اليوم يقف منتسبي نقابة قطاع الصويرة هذه الوقفة البطولية تجهيزا لشعار نريد وطن، هذا الوطن الذي يحتاج كل الطاقات التربوية والمهنية من أي جانب معين، لا يقف عند حدود معينة، ووفاء لدماء شهداء ساحة التحرير. وقف اليوم معلمي تربية الصويرة هذه الوقفة البطولية، ومعلمات، تلاميذ، مهنيين، تربويين، موظفين، جسدوا المعنى الحقيقي لما يريده الشعب، انه نريد التغيير، تغيير من اجل احقاق الحق لهؤلاء التلاميذ الذين هم يعانون من ابسط مسائل وجود الراحه، سواء في الرحله، في السبوره، في الكتاب. 12 سنه هالبلد هذا كل شيء ما شفنا خير، لا تعليم، لا صحه، لا خدمات، لا تكافؤ فرص، لا حريه راي. يدعون الديمقراطيه وهم بعيد جدا عن الديمقراطيه. بلدنا محتاج إلى وقفة، والآن باسم كل المعلمين، باسم كل التدريسين، باسم كل مواطن عراقي شريف ويحب بلده، اطلع من بيتك، الفرصة قدامك، وإن شاء الله نحو التغيير والإصلاح الجذري، يعني من الجذر. أنا نخبة مجموعة من الطالبات من عدة إعداديات، بهم شاملين جميع المراحل، بلشوا من الابتدائية والحد المتوسطة لحد الإعدادية، نطالب بحقوقنا واللي هي يعني حقوق بسيطة يتمناها كل طالب عراقي، مدرسة مثل باقي المدارس، قوانين مثل باقي الدول، يعني كل التعليم قيمة هنا. يعني اللي نشوفه هنا بالعراق انه التعليم هو يعتقد العراق مصنف ضمن الدول اللي تعليمها يعني دون المستوى مع الأسف يعني. فيعني احنا هنا طالعين التظاهرة تشمل الكل، حتى الكوادر التدريسية موجودة تطالب بحقوقها. هذه الهتافات التي تعلو والجميع يسمعها وتعلو إنما هي هتافات حق لإيصال كلمة حق لكل العالم، هتافات حق تصدع كل جدران الظلام التي بنتها أيادي الفساد، التي بنتها أيادي الفساد، وهي إن شاء الله في طريقها إلى الإضمحلال والتلاشي. أنا بين أبناء الطلبة تجاوزت حدود الأمن والخدمات والسكن، وصلت إلى تغيير نظام. مطلبنا تغيير نظام حتى يستقر البلد. هاي الطلاب شنو ذنبها؟ المتظاهرين اللي تستشهد شنو ذنبها؟ يفترض بالحكومة أن تستعجل باتخاذ القرار بتبديل النظام إلى نظام رئاسي، وأن تأخذ نصيحة السيد مقتدى أن تستقيل البرلمان والحكومة. قاعدين بالقاع، يعني المدارس تفلشت ما بنت، منو مسؤول عليها؟ زين احنا متظاهرين هسه تظاهره سلميه، طلاب، مدرسين، موظفين، كل الشعب يطلع تظاهرات. ربه البيت ما عندنا احد يقعد بالبيت، كنا عراقيين وكنا نريد العراق، لان العراق انسلب من عندنا. تخلي يطلعون نريد وطن، ما عندهم كرامه، مو حسوا عليهم الطلاب الصغار يطلعون عليهم ولاسكين على الكراسي من ورا الفلوس، نقتونا بكتونا كافي. وخلي كل العراقيين يطلعون، مو عراقي ما يطلع بنات وولد.